Renault. صباح الخير طلاب، عددكم حاليا 24 من أصل 75، فما أعرف زمايلكم عندهم علم بداية المحاضرة لو لا. المحاضرة صار أكثر من 7 دقائق من بلش وقتها، أنطوهم علم إنه بدأت المحاضرة حسب يعني وقت الجدول الجديد. حتى نبلش وياكم لأنه محاورتنا طويلة. يدخلون محاضرة لو لا حتى نعرف شنو وضعنا، يعني ما أريد أظلمهم، أنا خاف يجي يدخلون، إذا ما يدخلون حتى نبلش عشان ما نضيع وقتنا بسبب. تمام. عنوان المحاضرة طبعا نزلت بالمواد اللي عندكم اللي هي Type of Plants، يعني أنواع الخلايا النباتية، أنواع الخلايا النباتية. أول جزء راح ناخذه بالخلية النباتية هو الأوراق، الجزء الأساسي والمهم للنبات. فأول ما نبدأ بالأوراق، هذا هو دايجرام على الليف ستراكشر، يعني شلون جسم الإنسان يتكون من بشرة وأدمة وأوعية دموية وغدد دهنية. أيضا هنا عندنا الخلية النباتية وتحديدا الأوراق هي اللي راح تبدي نصنفها اليوم، ناخذها من حيث طبقات مالتها، وكل طبقة شنو الستركتشر مالتها وشنو الفونكشن. أول طبقة عندنا بالخلية النباتية هي يسمحولها الإبيديم، البشرة، كل إبي يعني فوق وكل هايبو يعني أندر تحت. فالإبيديم هذه الأبر عندها الأبر إبيديم وعندها اللاور إبيديم، فهذه البشرة العلوية، الجزء العلوي من الخلية النباتية وتحديدا الورقة. الإبيديرمال سيل شو، الإبيديرمال سيل شو تو سكشن أور تو بارتس، هيرز أور تراشوماس، وعندنا الستوماتا. التراشوماس والستوماتا الشعيرات والثغور أو الثغرة، أتقسم عندي بالثغور تعرفوها يعني كمعلومات عامة موجودة بني الأجزاء من النبات. هاي الهيرز شكلها يكون مثل الشعيرات التراشوماس، وهاي الستوماتا الثغور. نجي على الستوماتا، هذه هاي صورة حية وهذه صورة رسم للتابو فيو، من يكون النظر إلها من الأعلى، من يكون النظر إلها من الأعلى للخلية الستوماتا الثغور. الستوماتا الستركتشر مالتها أوستيو تو جراد سيل كونكتك كلوروفيل أند سب سيداري سيل. الأوستيو يعني شكلها عظمي، تو جراد يعني خلايا حارسة، وسب سيداري سيل خلايا الداعمة الوسطية بيها، هي شكلها أصلا قوية تشبه يعني شكلها عظمي صلبة،
بها خليتين حارسيتين من الجانب. هاي الخلية الحارسة تحتوي على صبغة الكلوروفيل، وسبسيدري سيل يعني خلية الخلايا الداعمة. هاي الخلايا الحارسة اللي تسمح بتنفتح أثناء التنفس أو أثناء أخذ المي، تسمحها هاي راح تكون منها يبدأ تنفتح بشكل أكبر من هيتشي، أو تنغلق وقت يعني الجراتسيا هي اللي تتحكم بفتح وغلق الاستومات. الفونكشن ترانسبورت آند غاز إكستشينج، ترانسبورشن آند غاز إكستشينج. الستوماتا are classified according to، الستوماتا تصنف وفقا ل number and size of subsidiary cell، تصنف وفقا لعدد وحجم الخلايا الداعمة المحيطة بها. هذا طبعا صورة على الجراد سيل انه يتحكم بالopen وبالclose، بالopen وبالclose. فهنا close up to the stomatal apertures، هاي الجراد سيل، وهنا الستوماتا نفسها. التصنيف شنو؟ التصنيف يكون حسب عدد وحجم الخلايا الداعمة إلى أول وحدة الأنوما سايتك، أول وحدة الأنوما سايتك. الأنوما سايتك هي الخلايا الشاذة، معناتها هاي مكان الثغور، هاي مكان الثغور. هذه الخلايا الجراتسيال على الجوانب، وهاي الستومات تكون بالنصف. اول تصنيف لها السحولها الانوموسايتيك الشاذ، الثانيه الانسو، الانسوسايتيك المتباينه. متباينه يعني شنو؟ يعني شوفوا طلاب الخلايا اللي دار معها هاي الشكل، اذا تلاحظون وياي هذه يكون الشكل اللي الدائري حولها متخذ شكل ثابت، اثنين على الجانب وثلاثة هنا، تمام؟ وبالنص تكون هي هاي الستومات. هنا أنا لا، متباينة ما إلها شكل ثابت. صحيح هي الثغرة دا تشوفوها نفس النوع الأول، بس لاحظوا احنا ممكن according to subsidiary cell، هاي subsidiary، السبسيداري دا شوفوها شكلها غير منتظم، مختلفة. شوفون شكل مالتها مختلفة، صح؟ فهذا التصنيف مالتها، اول شيء شاذ شكله ما متساوي، وثاني شيء هاي شكلها الاصلا الانسوسايتيك المتباينة، والنوع الثالث هو الباراسايتيك. البارا انه هي يعني تكون الجوانب مالتها منصفة، تكون بالنصف، تمام؟ الباراسايتيك ها تشوفون انه هذا الجزء اكبر بكثير من الجزء الاخر، وتكون السوماتا بالنصف. بس احنا ما دار نصنفها على اساس السوماتا، جاي نصنف على اساس السبسيدري سيل. فما علينا احنا السوات، تلاحظون ان شكلها بكل الاصناف نفس الشيء بكل الانواع، لكن السبسيدري سيل المحيطه بها هي اللي جاي تختلف. الدايتك سيل الثنائيه او المخططه تجي ثنائيه، تكون بالنص واحد اثنين، وستوماتا بالوسط، أما السبسيدري سيل تكون وحدة اثنين منصفة، فصيح لها دايا تايتك. طلاب أعدادكم اللي جاية تقل، يعني بدي آخذ حضور لأن شفتكم هواي، نوب رجعتوا والعكس. زين، هاي خلصنا الستوماتا، صنفناها according to the number and size of subsidiary cell.
الفور فور فور تايبس انو وايزو وبارا ودايا ودايا سالت. نجي على التراشوموس او الهير متكونة من بودي او شنو فودز من جسم وقدم من جسم وقدم. الفونكشنز مالتها سيكريشن اند بروتكشن سيكريشن اند بروتكشن الافراز والحمايه اذا كانت شنو جراندولار اذا كانت غديه جراندولار نعطيها وظيفه الافراز سيكريشن افراز يعني اعطائها مواد نافعه وحمايتها بروتكشن اذا نون جلاندولار راح تصير بروتكشن اونلي فقط للحمايه بشنو بالغير غدية بالغير غدية. هذه صورة عندنا هنا النون جلاندولار الغير غدية ضعوها مجرد هير كامل بدون أي مختصرات بالنص أي تخصر أو أي حواجز في الوسط مجرد يعني شعر. نرى شنو الجلاندولار هير راح تلاحظون انه اكو مننا تخصر بنفس الشعره بواحد او اثنين من التخصر فهاي يصيحوا لها غديه وهذه يصيحوا لها غير غديه. واضح المحاضره طلاب صوت واضح صح صوت واحد استوى قاعد النوم بس ما يفهم واضح الصوت شباب احنا مو صنفنا الاستوماتا الهيرز ايضا تصنف الاستوماتا تصنف according to number and size of subsidiary cell الهيرز are classified according to number of cells عدد الخلايا number of rows عدد الصفوف branched or non-branched hair تمام branched or non-branched hair يعني متفرع غير متفرع النون glandular hair طبعا هذا قلنا لكم عليها مثال example راح ناخذ example of non-glandular hair on branched التصنيف الأخير هي صنفناها أول شيء glandular and non-glandular non-glandular راح نجعلها تصنيف ثاني غير غدية غير متفرعة غير غدية غير متفرعة تمام مثل البنت hair of Cena Paint hair of Cena يصير unicellular أحادي الخلية. البينت هير يعني الشعيرات المثنية الشعيرات المعكوفة هيك يكون شكلها منحني قليلا بالسينا. السينا هي يعني الدارسين أو القرفة أو نبات القرفة أو الدارسين. فتكون هذه بها انثناءات شعرة هي بس غير مستقيمة تكون بينت. وتكون شنو يونيسيلير باعوا لها خلية واحدة ما بيها ما مرتبطة واحدة بعد وياها هنا ولا هنا لاحظونها كاملة لا مجرد شعيرة واحدة ممكن ان تكون واحدة هنا يعني بصفها بس ما متصلة بها اتصال مباشر مصطلح اليونيسيلير والمالتي سيلير يوني احادي مالتي متعدد اليوني هذا واحدة ماكو بعد وياها ثانية مرتبطة. فالان برانشد ان جلانيولار هير مثال عليها البنت هير اوف سينا نبات الدارسين. الشعيرة المثنية في نبات الدارسين. ناخذ اكزامبل ثاني هم عن جلانيولار هير ان برانشد اللي هي الكولومبوس هير اللي يكون مالتي سيلير. يونيسيلير الكولوبوس هير يعني الشعر
شو يسميلكم إياه، المبعثر، الشعر المنفوش، فيصيحوا لها مالتي سيليار متعدد بعو، أكو فواصل بيناتها هنا، هاي خلية واحدة، اثنين ثلاثة، واحدة اثنين ثلاثة أربعة، فأكو مالتي، أكو ميني، أكو تعدد صار بيها، تمام، مو واحدة مثل السينة. فعندنا الديجيتاليس هير والديتورا هير، الديجيتاليس اللي هي تكون أعتقد بالعامية نصيح لها حنك السبع أو الأرجوانية، يكون شكلها مثل القمع مرتفع للأسفل، والداتورا هو نبات أعتقد يعني أغلبيتكم شايفينه، نبات معروف. فمن نضرب مثال على الكولوبيست هير اللي هو الشعر المبعثر، عندنا الديجيتاليس وعندنا الداتورا. إذا وياي أنتوا طلاب، خل بس نشوفكم النباتات، نشوفكم النبات. طلاب طلعتكم النبات لو لا؟ تمام. ما أعرف ليش ما يصير يعني مشاركة، لأنه أنا البارحة شاركت وطلع النباتات كاملات يعني. على العموم إذا هاي أدسها الممثل مالتكم نبات الديجيتاليس والداتورا، نباتات معروفة يعني موجودة أغلبنا شايف فيها، أغلبنا راح تكون شايف فيها. لحظة أحاول سوانا عليكم بها. ما جاي سرعة مشاركة الطلاب يعني، أرجو المعذرة. بس إذا تحبون أدز لكم إياها مع الأسماء العلمية على الممثل مالتكم على التليجرام، يعني الاطلاع هي مطلوبة من عندكم، أو تقدرون تبحثون بالجوجل على ذن الاسمين وتشوفون النباتات موجودة يعني بأشكال مختلفة. فالمارتيسيريا يونيسيريت يعني الكولومبس هير، الشعر المبعثر المتدلي المنفوش، أي أسماء ثانية تقدرون تلقون عليه بنبات الداتورا والديجيتاليس، هي عبارة عن خلايا متعددة أحادية، خلايا متعددة أحادية، مو يونيسيليار إنما مالتي سيليار، يعني هذه يعني فيها أكثر من خلية واحدة متفرعة، العفو غير متفرع. الاكزامبل الاخير عن ال انبرانشد نون جلانيولر هير اللي هي تي شيب هير اوف بريثيوم، تي شيب هير اوف النبات البريثيوم اللي هو اعتقد يصيحوا له السكران، مو تلقوا عبالكم اسمه سكران، لا هو السحول السكران،
هو اسمه العلمي هيجي النبات اللي يكون من العائلة الباذنجانية، نبات سام استخدم كثيرا بالإنتاج العقاقير الأدوية يعني، فموجود بالصيدليات أو شيء مو موجود النبات وإنما موجود من أحد مكونات الأدوية إذا واصلنا فهو يستخرجون من عنده نبات هذا يصحون الأقحوان البراثيريوم يصحون الأقحوان اللي تكون الشكل مالتع وردة يعني شكلها طبيعي بها أوراق تكون صغار هاي ما كل إحنا نأخذها نقطع هنيتون دفن ورقاتها تكون خفيفة إذا منتبهين عليها، والجزء الوسطي مالته متسع يعني مسافة كبيرة وبعدين تحط به أوراق بصف واحد. فنبات البيرثيريوم أو الأقحوان ويتخذ شكل التي شيب، هذا التي شيب جاي أحكي عن الهيرز عن التراشومس جاي أحكي عن الشعيرات تمام. الجلانيولار هير هي هاي قلنا لكم متكونة من ستالك وهيد، من رأس وساق ستالك أو هير. نجي على خلصنا الان جلاندولار ان برانشت الغير غديه الغير متفرعه، الغير غديه الغير متفرعه. احنا اكزامبل راح ناخذ اكزامبلات على منو على الغديه الجلاندولار هير. ف الليباشيوس هير لب من لب من لب، شنو يعني لب طلاب؟ شنو يعني لب؟ I won't answer. Libaceous hair. شنو اللي من اجت التسمية؟ ثوثر عاهد عبد الرحمن السعيد ياسر. الجزء الوسطي مال النبات شبيه. مصطلح لب. Libaceous hair of mentha. mentha قلنا يا نبات. عندنا بس لحظة طلاب، عندنا مزعل نعم عندنا مزعل حمود، وين مزعل حمود؟ خي جاوبني طلاب، ما جواب فقط من مزعل. مزعل ويانا شنو يعني لب؟ Libaceous hair of mentha. مزعل مزعل غياب. مسلم اي اكو صوت. نجم حيدر، يا نجم حيدر موجود؟ نجم هسه مزعل ونجم ما موجودين. نرجس موجودة ويانا. نرجس كوثر نرجس موجودة. زين مهدي عزيز سلمان، شنو يعني لب مهدي؟ مهدي عزيز هذا السؤال. مهدي مصطلح اللب ما سامع يعني شنو اللب؟ هي جزء من أجزاء الوجه، خليني يعني هتشن أوضح لكم أكثر. فهنا جاية التسمية على أساس هذا المصطلح،
شنو يعني الليب؟ أسليب المقطع الثاني أو بس لب شنو يعني؟ زين هاني محمد ويانا هاني مهدي عزيز جزء وسطي من نسيج الساق والجذر. أنا ما أجحش على لا ساق ولا جذر، جاي أحكي لكم فقط بالستركتشر أوف ليف. إذا كنت ويانا يا شباب ما يصير تجاوبون. جاوبوا قبلك. أني إذا كنت ويانا يا مهدي عزيز سلمان، أول شيء قلت ليف ستراكتشر يعني بعدنا لا يم جذر ولا يم ساق. احنا بال 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 بالفارماكوجنوسي اغلب الاحيان نستخدم الاوراق كعلاج، تمام؟ فاحنا دا نتكلم فقط على الاوراق. فاللب ليباشيوس هير يعني الشعيرات الشفويه، الشعيرات الشفويه يعني تشبه الشفه، تشبه اللب، لبس الشفاه. ويانا فالحد الان عندنا نجم حيدر وعندنا مزعل حمود غياب، يعني فاتحين محاضره ونايمين، فالغياب راح ينتخذ على هاي الطريقه. فاللي اللي باشيوس هير اوف مانثا تكون شبيهه بالشفاه منفوخه من الجانبين هذا الشكل مالتها، بها هذا الهيد وهذا الستالك، بها بالهيد وهاستال. كان بي ايدر يوني اور مالتي سولير، يعني ممكن تكون يوني او مالتي سولير نفس الستاك والهير، يعني يا اما تكون متعدد الخلايا او وحيد الخلايا مثل التصنيف الاول مات الان برانشد او ان جلانولا. اكزامبل عليها على الجلانولار هير اللي هي البرانشيت هير اوف هاي سينوس، برانشيت هير اوف هاي سينوس. هاي سينوس نبات يصيحوا له البنك او البنج او السكران، نبات موجود ايضا شكله يكون لطيف مثل ورقه واحده، يعني الورده مالته عباره عن ورقه واحده مرتفه ملتفة حول يعني الجزء الوسطي مات النبات، وأيضا ينتمي للعائلة البيذنجانية. هذا يكون الجلانيولار هير، شوفوا مالتي، هذا الستالك الساق، وهذا النهيت الرئيس يكون مالتي سوليولار، مالتي سوليولار أو ممكن يكون من خلية واحدة نصيح ليوني سوليولار. هذا الرئيس الهيت وهذا الستاك، هذا يعني النبات حقيقي تحت المجهر. زين خلصنا الستركتشرات مالت الابيديام، قلنا متكونه من هير وستوماتا، متكونه من شعيرات متكونة من شعيرات ومتكونة من ثغور. أخذنا الثغور كتركيب وكوظيفة وصنفناها إلى أربعة أنواع، وأخذنا الهيرز كتركيب وصنفناها إلى نوعين جلانيولار وآن جلانيولار. الجلانيولار بها برانشيد وبها آن برانشيد، والآن جلانيولار أيضا بها برانشيد وبها آن برانشيد، وطيناكم أمثلة كنباتات. حمد سعيد دكتور الحضور لما أشوف عددكم يصعد يعني بنهاية المحاضرة، تمام؟ فنشوف ياسر عمار موجود ويانا، ياسر عمار محمد جواد.
ياسر موجود لو سجلك غياب. غياب ياسر. فنجي على السيل كونتنتس يعني مكونات الخلية أو محتويات الخلية. محتويات الخلية أكو بالخلية سكر جلوكوز. فمثل ما إحنا بأجسامنا نحرق الجلوكوز حتى نوفر له طاقة، الخلية النباتية أيضا هي جسم بس عدها أوكزاليك أسيد. أوكزاليك أسيد اللي هو هاي سلوبل أنت هاي توكسس، يكون سريع الذوبان وسريع السمية أو عالي السمية. فش تسوي النباتات ما تحتاجه أو تحتاجه بشكل ثاني، فهو بالشكل مالته هذا بالأوكزاليك أسيد. الأوكزاليك أسيد الشكل السمي مالته ما تحتاجه، فتتفاعل ويا من تتفاعل مع الكالسيوم. الكالسيوم موجود بشكل كبير بالنباتات وأيضا موجود بالتربة. التربة 90% من عدها كالسيوم، فتؤدي إلى التفاعل مالتها وتسوي له دي توكسيفيكشن يعني إزالة سمية. فراح يطلع عندنا مصطلح الكالسيوم أوكسيليت، فهذا هو يكون انسولوبل ومترسب غير ذائب ونون توكسيك، هذا تحتاج النباتات وتستفاد من عنده. ال CaOx يعني الكالسيوم اوكسيليت are found in different shape that are well identified in the each plant species، موجودة بأشكال متنوعة بالأصناف النباتية المتنوعة. هسه نجي ناخذ أشكال هذا CaOx كالسيوم أوكسيلي، نجي ناخذ أشكاله بالنبات، نجي ناخذ الأشكال مالته بالنبات. ليش نجي ناخذ الأشكال مالته بالنبات؟ لأن إحنا لا يا مهدي بعد المحاضرة جزء كبير من عتها خلي موبايلك على الشحن. ليش بخلي بدون شحن؟ يعني أنا ما عندي شيء بالموبايل هسه شحن 100. يا مهدي ما يصير هيك، أنت عندك محاضرة الصبح من هنا 3، شلون؟ وطني هسه موجود. البراسيومز والتون براسيومز، الشكل الأول الموشور والموشور الثنائي أو التوأم. البراسيمز and twin brassins الشكل مالتها triangular and cubic transplate plates، تكون شكلها مثلث ثلاثي أو مكعب على شكل صفيحات. على شكل صفيحات يعني تذكرون الموشور هو هذا اسمه، الشكل الموشور اللي يكون مثلث اللي يحلل الضوء. فهذا الكالسيوم أوكسيليت راح يتخذ هذا الشكل، عبارة عن صفيحات موشورية مثلثة. قلنا لكم مثل نبات البنج الهايوسايموس نبات السكران أو البنج اللي هو من العائلة البنجانية. تمام، هذا الشكل الأول الموشور والموشور الثنائي. شكل من؟ شكل الأملاح اللي تفاعلت بالنبات مع التربة، اللي تفاعلت مع النبات بالتربة بمختلف أجزاء الخلية. ما حددنا لا بأوراق ولا بساق ولا بجذر، تتخذ بال many parts of plant. زين، الشكل الثاني اللي هو الكليسترز. كليسترز يعني الاجريجيشن، تجمعات. ايش راح تعطينا الموشورات هناك اللي راح تتجمع تعطينا عباره عن تجمعات نصيح لها كليسترز. اجريجيشن اوف رامسيوس وذ ارجولار اوت لاينز،
هذه كريستالات، شو اللي كريستالات ارجل الاوتلايند مالتها الخط الخارجي مالتها غير منتظم. تصوروا لي ان المثلثات تتجمع على بعضها بشكل دائري، زين هو المثلث من فوق اصلا شكله مو منتظم، فراح التجمعات مالتها راح تعطيني هذه. هذه المثلثات هي نهاية كل موشوع، تمام؟ بنبات الربيار او يصيحوا للخليجيين الراوند هو نبات البخور، هو نبات جدا نادر وجدا غالي. اذا تلاحظون احنا انه المساحيق او الاشكال مال البخور اللي نجيبها لا هي مطحونة كاملة ناعمة مثل الطحين ولا هي كبيرة، تلاحظون الدقائق مالتها تكون تتخذ اشكال مختلفة. فالرابيار او الراوند هو نبات البخور، وايضا بحث عنه بالجوجل راح تلقوه. ابن اجيب لكم سؤال، the shape of round give the shape of caox in the rubber، راح تقولوا لي clusters اللي عبارة عن aggregation of prismules with irregular outside يعني ال outside line مالتها شكلها غير منتظم irregular. الكريستال شيث أو الغمد الكريستالي، يعني غمد شلون فد غلاف خارجي، تمام، محاط بشنو؟ محاط بغمد شلون الغمد مال السيف، تمام. فهي بارا كيميال سيل كونكتد براميوس أوف إكس أوف سي أي أو إكس أرنجد أوفر جروف فايبرز، راح من تتجمع من الرنج اللي يصير بيها تجمعات راح تعطينا شكل الليف المصطف هنا وحدة بصف الثانية. فهذه كريستالات، وهذا الشيذ المحاط بها أو هذا المربع الخارجي نصيح له شيذ، والمثلثات الداخلية هو الـ CaOx، هو هذا اللي يتفاعل لنا بالنبات، النبات الغير سمي اللي يستفاد من عنده هو هذا، اتخذ شكل الكريستالة. زين، عندنا الشكل اصلا يعني ما يشبه البقية، شكل ما يشبه البقية، فنصيح للأودوبلاست او نصيح للأيدوبلاست. الاود، سامعين اود؟ اود يعني الشيء الغريب، الاود هو الشيء الغريب، الديفرنت، وبلاست يعني السيل، فتكون الخلايا المختلفة. نعطيها definitions، تعريف سيل that differ in the connection and connect from surrounding cell، يعني surrounding cell عندها وظيفة، خلايا المحيطة بها عندها وظيفة، بس هذه الأود عندها وظيفة ثانية مختلفة عنها. فاللارجن بارنكيما كونكت، عندنا هذا مثال عليها اللي هو المايكرو سيفيريونت أو الساندي، يكون شكله مثل الرمل، هو نبات البليديونا. بليديونا يعني ست الحسن، النبات المتسلق اللي يطلع به مثل الورد بنفسجي، يكون لونه بنفسجي هو هذا. نصيح له هنا مايكرو صغير، سفينديوس سهم، فالسهم الصغير يكون متخذ شكل السهم، شكل الرمح أو شكل السهم، ما يشبه الموشوع، شكله مميز عن بقية CaOx كالسيوم أوكسيليت. هذا الشكل مالته مميز بالأودوبلاست، ليش مميز؟ لأنه يؤدي أصلاً وظيفة تختلف عن وظيفة السراوندينج سيل،
surrounding السياق. هاي محاضرتنا لليوم. محاضرتنا لليوم انتهت. طلاب أعيد لكم أي سلايد عندكم سؤال بي، وطبعا ممنوع أنا من أحكي أترجم، راح أتعرض المساءلة، ممنوع من عن باتن أنا أترجم، لازم كل مصطلحات أحكي إنجليزية. بس هاي شو تسوي يعني، اتهام خطية. تمام طلاب، الكويز اليوم راح يكون على عددكم 43، راح ناخذ الحضور نجم ومزعل عندنا وهواي طلاب ما موجودين. يا نجم النت ضعيف، ايش معنى هسه قوى النت؟ ترى النت اقوى شيء الصبح. الكوز ممنوع، الكوز يكون من 3. مو كيف يعني، الوقت مو يمي، الوقت يم مسؤول المودل. فنزلنا لكم وقت الكوز، هو صار هيجي يعني كل يوميها انتم لكم رأي. اكو طلاب قالوا ما نريد اثناء المحاضرات، فسويناه من 3 إلى 4. الله يا مصطفى مو بيدي، هاي السالفة أصلاً مو يهمني. طبعاً هي بكيف الدكاترة، بس مو أنا اللي أنزل كوز على المودل، دكتور محمد عبد العالي نزله، أنا مجرد أسوي الأسئلة وأنطيه إياه. تريدون روحوا حاجة دكتور مودل أو دكتور محمد عبد العالي، يا دكتور إحنا الظهر النت كلش ضعيف وما نقدر الكوز. وإذا هسه أنا أتصل دكتور محمد عبد العالي أمامكم يعني ونشوف شنو. نشوف دكتور محمد عبد العال شنو أخباره على وقت الكوز، إذا تردوه هسه أو وقت الظهر.